بمناسبة ان الحوار هات وخد جات في بالي وانا بتكلم دلوقتي. بالمناسبه دي مش لحضرتك بقى دي للساده المشاهدين اللي بيتابعونا. الحياه بيبقى فيها قيم بترتفع هي بت بعضها بيبقى منتشر اكتر. يعني مثلا في فتره الثلاثينات والخمسينات كان في قيم او الاربعينات. نيجي في الخمسينات والستينات كان في قيم هي اللي بترتفع مش معنى كده ان القيم التانية مش موجوده. بس دي بتعلى شويه. آه في السبعينات والثمانينات قيم تانية وجت التسعينات واللي احنا فيه دلوقتي فيه حاجات. فالمجتمعات بيبقى فيها افكار يعني ايه؟ يعني في قيمه بتبقى عاليه. يعني تسود شويه يعني مش كل الناس مش كل الناس ما حاجه اسمها كل الناس. انما اغلبيه الناس يعني مثلا في مجتمع يبقى ماشي ازاي بمنطق ايه؟ خد وهات. ده مجتمع مفيش منه عظمه. <applause> مش بيقول لك هات وخد، لا، خد اتفضل وهات. ده منتهى الرقه. <applause> الحكومه ما بتعملش كده، الحكومه بتدي الموظف مرتبه اخر الشهر، مش اول الشهر، لما يشتغل ياخد فلوسه. فماشيه بمنطق ايه؟ هات وخد. وده مجتمع برضه كويس. في مجتمع بقى يقولك لك هات وبقابلني. دي صفات بتبقى موجوده في بعض المجتمع يا ترى احنا في اي صفه دلوقتي هل احنا في صفه مجتمع خد وهات هل القيمه الاكثر انتشارا في المجتمع هل احنا في القيمه خد وهات ولا هات وخد ولا هات وبقابلني دي بقى انا هسيبها لحضراتكم انت تقدر عشان تعرف الوضع ايه العام يعني مثلا انا لو سبت المحمول بتاعي زي ما الناس بتقول الموبايل يعني سبته في مكان ونسيته ومشيت الصفه الاغلب ايه؟ الاغلب انه مش هيرجع انما ياما ناس سابوا الموبايل ورجع لهم كتير لكن الصفه الاغلب ايه؟ انه مش هيرجع وقعت منك حاجه فلوس وانت ماشي الصفه الاغلب انك مش هتلاقيها دي الصفة الأغلب فالمجتمعات لما بتمشي كده بتبقى بتنقص درجات المجتمع لما بيبقى عنده الصفة الأعلى القيمة الأعلى هي بقى شوف أنت اللي يعجبك منهم انت تشوف أنا بقول لك الثلاث قيم دي أو الثلاث تعاملات شوف أنت أحسن قيمة فيهم ايه وشوف احنا فين في القيم دي عشان تعرف احنا في, في أي وضع على فكرة أنا مش بتكلم على الأشياء مش الأشياء يعني مش هات القلم وخد الولاعة هات البتاع مش مش ولا المرتب ولا دي الكلمة دي ممكن تعني أشياء أكبر من كده بكتير أنت لما تقول لي لما يعني أديك لازم تديني لما أديك لازم تديني لما أدي لازم آخد مش لأنه ده شيء غبي لأ لأنه ده حقوق 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 الناس كلها فبس